السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا البولفار الكبير تاع مدينة سيدي عبد الله، واللي يمتد على مسافة حوالي 8 كيلومترات، وينطلق من جنوب مدينة سيدي عبد الله باتجاه الجزائر العاصمة، واللي في الحقيقة يمتد يعني الجزء الأول يقع في منطقة سيدي عبد الله، وكذلك سوف يمتد إلى مدينة الجزائر العاصمة على مستوى العاشور. إذن اليوم ننطلق في طريق هذا ازدواجي اللي درنا عليه فيديو، هذه مدة عامين. اليوم نعود نولو الطريق هذا اللي يسمى البولفار، وحقيقة لأنه هو سوف في المستقبل يتوسط مدينة سيدي عبد الله. إذن الطريق هذا بعد عامين نعود نرجع ونشوف واش هي الأجزاء اللي تمت الأشغال فيها، وكذلك نشوف التسجيل، العملية تاع التشجير إذا كان فيه تشجير، يعني كبر الأشجار كبرت، والملاحظ في يعني الآن كما راني هنا نشوف الملاحظ هو كثرة الغبار في الطريق هذا، وهذا أمر طبيعي لأن فيه برشات كثيرة في هذه إذن ورشات مفتوحة كثيرة تاع يعني توسيعات كثيرة. إذن الغبار هذا فيه، وكذلك النقطة الثانية هي أن الإضاءة العمومية هنا الكليراج بيبليك يندار بواسطة الخلايا تاع اللد و التغير اللد هذا فيه تغذية بالكهرباء، يعني بتمويل من طاقات شمسية، استعمال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لالمونطاسيون تاع الإضاءة، إذن بواسطة الطاقة الشمسية. لاحظ أن الأعمدة كلها فيها خلايا فوتوفولتايك يعني الكاباج تاع الانرجي سولار. قلنا هنا نشوف اجزاء الطريق هذه مكتمله، لكن فيها الغبار، مازال يعني الطريق شهبه لكثره كما قلنا الورشات تاع الاشغال. لاحظنا مشروع، فيه مشروع المعهد العليا والمدرسة العليا للمانجمنت هنايا، مشروع تاع المدرسة العليا للمانجمنت هنا. إذن في هذا